للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا بدر الركابي من مكان التظاهرات أمام السفارة التركية. مساء الخير بدر، أطلعنا على حيثيات التظاهرات لديك أمام السفارة التركية في بغداد. نعم زميلتي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. نتواجد هنا في منطقة الخضراء بنهاية شارع الحارثية ونحن نقترب من مقر السفارة التركية. بدأت الأعداد بالتواجد بشكل كبير من اللجنة المركزية للتظاهر التي دعت للتظاهر اليوم أمام السفارة التركية من مختلف المحافظات العراقية أن تتوافد اليوم أمام السفارة من أجل موضوع المياه وأيضا موقف الجانب التركي من ملف المياه وعدم تعاطيه بشكل مرن وإيجابي مع القضية العراقية وما يعاني العراق اليوم من أزمة شح المياه. الأعداد بشكل كبير متواجدة، نتحدث عن 1000 متظاهر أو ما يزيد عن هذا الرقم. تتواجد هذه الأعداد هنا في نهاية شارع الحارثية وهي تتوجه بعد دقائق قليلة من الآن إلى السفارة التركية التي لا تبعد سوى أقل من كيلومتر عن ما نتواجد فيه الآن من مكان. الأعداد اليوم متواجدة من مختلف المحافظات العراقية وهي تطالب أيضا البرلمان بأن يكون هناك موقف سريع وأيضا جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف، خصوصا وأنه من يتواجد هنا من المتظاهرين يجدون بأن الموقف إن كان فيما يتعلق بالبرلمان وكذلك فيما يتعلق بالحكومة لم يكن بمستوى يعني الطموح، وأيضا فيما يتعلق بالأزمة الموجودة حاليا. دعيني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع من يتواجد بالقرب مني، ضيفي أستاذ ضرغام أحد أعضاء اللجنة المركزية للتظاهرات. أهلا بك دكتور ضرغام، ضيفا عزيزا على شاشة التغيير ونشرة المنتصف. حدثنا إذا أمكن عن تواجدكم اليوم وأيضا سبب هذه التظاهر وأيضا خطواتكم المقبلة بخصوص هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل القنوات الإعلامية اللي حقيقة عندها اهتمام وشعور بمعاناة المواطن وتنقل معاناة العراقيين وصوتهم العراقي النقي. هاي التظاهرة اللي رغم حرارة الجو اللاهبة يعني من مختلف المحافظات، وسط الجنوب، محافظاتنا الشمالية الغربية، الكل، لأن المعاناة فاقت التصور. شحت ما شحت كهرباء، ميزانية انفجارية وظلم لكثير من الشرائح. فعلى هذا الأساس احنا قبل أقل من شهر كانت تظاهرة تجاه رئيس الجمهورية أن يكون إلى موقف تجاه الخروقات الدستورية من منع يعني أنه المتظاهرين وصول صوت الشعب أمام السفارة التركية، أمام البرلمان، أمام رئاسة الوزراء، لأن احنا بسلمية وتنظيم. اليوم المعاناة الكبيرة معاناة قطع الماء، الكهرباء، الدولار، ظلم الشرائح كثيرة، مثال الأطباء البيطريين، وقربي تغريدة السيد السوداني يوم كان نائب لكثير من المظلوميات اللي كان ينتقدها ويقف معها، واليوم رئيس وزراء، ونريد أن يكون إلى موقف جاد حقيقي مع هذا. لذلك هاي الخطوة اليوم متوجهين تجاه السفارة وتجاه البرلمان، نريد عقد جلسة طارئة لمطالب الشعب من قبل البرلمان وإعطاها الأولوية على كل الأمور والجلسات. واحد ممكن يسأل دكتور، شنو السبب اللي يخليكم تظاهرون اليوم قدام السفارة التركية؟ ليش ما لجأتوا بتظاهرتكم للحكومة العراقية، باتجاه الحكومة العراقية، باتجاه البرلمان بشكل خاص؟ ليش لجأتوا انه التظاهر يكون امام السفارة التركية؟ احنا سبق هاي التظاهرة لم تكن التظاهرة الاولى على قضية الماء والدولار والكهرباء والشرائح المظلومة. المطالب سلمت للحكومة وللبرلمان، هناك تسويف ومماطلة، وبنفس الوقت نجد هناك ضعف من قبل الحكومة والبرلمان لردع الخروقات التركية والإيرانية وغيرها اللي بتعدي على حصة العراق المائية من إيران، من تركيا ومن غيرها. فلذلك احنا كشعب عراقي ما نسمح أن يهان بلدنا وشعبنا، فلذلك اليوم جينا يعني نوصل رسالتنا للشعب التركي وللحكومة التركية بأن الشعب العراقي رافض للإجراءات الظالمة اللي تنهجها تركيا لظلم العراق والتعدي على حصة العراق المائية. احنا ضمن القوانين الدولية عندنا تقاسم ضرر وياهم، عندنا اكو قوانين دولية اخترقتها تركيا. احنا اليوم ما جايين بس نوصل صوت تركيا لتركيا وللجانب الحكومي من تقديم ضعفه، من تقديم تخليه عن المسؤولية. جلسة سانت ليغو سهروا عليها إلى ساعات متأخرة من الليل، والشعب اليوم يتضور جوع وعطش وألم ومعاناة، ولم نجد جلسة طارئة. فاليوم الجانب التركي وكذلك للجانب الإيراني، الشعب العراقي رافض. زين، بعد هذه الخطوة شنو خطواتكم المقبلة إذا بقى الموقف على ذات الموقف؟ أكرر من الجانب التركي أو حتى من الخطوات الحكومية، أكرر أن هاي التظاهرة لم تكن التظاهرة الأولى ولم تكن كسابقاتها. إحنا عندنا عشرات الخطوات وبتصاعد،
هاي اليوم الخطوة اللي قبلها كانت الرئيس الجمهورية اليوم للبرلمان وللسفارة. الخطوة اللي بعدها إذا ما صارت استجابة لا من الجانب التركي ولا من البرلمان ولا من الحكومة، الشعب بعد ما يلام. عندنا خطوات اللي احنا كلام المرجعية العقلاء الحكماء انهم مقولة اذا لم تستجب الحكومة فعلى الجماهير تطوير اساليب الاحتجاج وان لا يعودوا حتى ياخذوا حقوقهم. احنا هسه مو حقوق عمي، فسر لي يعني شنو تطوير، شلون تريدون، شلون حصلون؟ احنا عندنا مختلف الوعي، احنا بالدرجه الاساسيه هم بقيه الاعداد هم تفهم اليوم اللي موجود. احنا بالنسبه لمجلس النواب اذا ما استجاب وعقد جلسه طارئه، منازل مجالس النواب، اعضاء مجالس النواب ستكون التظاهرات امام منزل كل نائب بدون اعتداء على عائلته او بيته، وانما لايصال رساله الرفض من كل ابناء الشعب العراقي انه يا نواب اذا ما استمعتوا لهاي الاصوات معناتها انتم خونه وضد الوطن، وانتم مع تركيا ومع ايران ضد شعب عبكم وضد وطنكم، وهذا المراحل قبل العراق وغيرها من خطوات. نعم زميلتي، كما استمعت لهذه التفصيلات التي تحدث بها الدكتور برغام، يتحدث عن تظاهرات ستكون مقبلة أمام منازل النواب، هي من ضمن الخطوات التصعيدية التي تحاول فيها الأعداد اليوم إيصال رسالتها، إن كان عبر التواجد أمام السفارة التركية وأيضا عبر التواجد أمام البرلمان، من أجل المطالبة بأن يكون هناك دور حقيقي وملموس وواقعي يناسب اليوم ما يعانيه العراق من أزمة، إن كان من قبل الحكومة وكذلك حتى من قبل البرلمان. نعم بدر الركابي، كنت معنا من أمام السفارة التركية في بغداد لوصف التظاهرات هناك، شكرا جزيلا لك.